اسمي كمال الحمود، مؤسس شركة آستر لتصميم وتنفيذ حدائق الأسطح. حلو الواحد يعمل إشي هو بحبه وكمان يكون بيخدم مجتمعه. أنا شفت إنه في حاجة بتواجه المجتمع الأردني اللي هي قلة المساحات الخضراء، وحتى كمان قلة المساحات اللي ممكن واحد يزرعها، فقلت خليني أنا أطلع أبادر أحاول أطلع بالفكرة هاي تحل مشكلة عن جد موجودة بالمجتمع. لأنه أنا كتير بحب إنه واحد إنه إذا عمل إشي يكون له رسالة. إذا أنت عم بتلاقي إنه البروجكت تبعك بس بده يجيب مصاري، فحاول فكر تاني مرة إنه ممكن هذا الإشي يأثر على البروجكت تبعك. ففكر بإشي يكون له أثر على المجتمع، لأنه في كتير راح يفتح لك مجالات، الناس راح تحب البروجكت تبعك أكتر، راح تلاقي فرص تمويل أكتر، راح تلاقي إنه فعلا الإشي اللي أنت عم تحكي فيه أو الإشي عم تخدم فيه مجتمعه راح يرجع لك بإشي أنت ما كنت متوقعه. بهذا الإشي ببادر أنا أحكي عنه، إنه أنا فت المجتمع وكمان فت نفسي أنا يكون عندي بروجكت له سوشيال امباكت.